هاي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اهلا بالحلوين اللي بيشوفوني في كل مكان. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا، وحشتني القناه، وحشني احساس ان انا ارجع اشوف فيديوهات تاني. احساس كده لما الواحد يقعد فتره بيحس ان هو بعيد عن اهله واخواته. فالمهم اللي ما يعرفنيش واللي اول مره يشوفني، انا آلاء ياسر، بقدم فيديوهات متنوعه. فما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، عشان الفتره الجايه دمار. النهارده هعمل ريفيو عن منتج البنات كتير سالوا عنه على انستجرام، اللي هو الفونديشن. وانا الحقيقه ما بستخدمش فونديشن، انا بستخدم حاجه اسمها بيبي من جارني، وده شكل العبوه بتاعه. تمام، دي شكل العبوه. هو الحقيقه في منه، نزلوا منه 2. انا بستخدم ده من زمان، يعني ده انا مجرباه فعلا، يعني انا اكتر واحده موجوده على السوشيال ميديا انت ممكن تسالوني عنه وعن اضراره ومميزاته في كل حاجه بصراحه. يعني المهم هسيب لكم الشكل التاني هنا، وده الشكل اللي انا بستخدمه طول عمري اللي هو اللايت. جربت استخدم التاني لقيته مش مريحني قوي، فده للبشره المختلطه تقريبا، للتاني للدهنيه تقريبا او الجافه بصراحه مش عارفه. المهم ده للبشره المختلطه. ده للبشر مختلطة، وفعلا تحفة 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 تحفة، يعني لأبعد الحدود. أولا هو فيه نسبة كريم مرطب، ثانيا فيه فاونديشن، ثالثا فيه بقى نسبة سان بلوك. وطبعا احنا محتاجين ده جدا، بالذات البنات اللي بتروح الجامعات والكلام ده كله والشغل، يعني مش حابين ان احنا كل يوم نحط طبقة فاونديشن كبيرة قد كده. لا، هو ده بحس ان هو مش حاطط لي برضو اللي هو، يعني من ناحيه المميزات والعيوب، هو مش بيعمل تغطيه كامله جدا، بس بيعمل نسبه زي توحيد للون البشره، ودي حاجه حلوه جدا. بس لو عندك مثلا علات سودا، لو عندك حبوب، ممكن يخفيها بنسبه 30% 40%، بس حلو جدا ومش مضر البشره. فليه ما نستخدمش حاجه تكون مفيده لبشرتنا وحلوه؟ ده غير كمان ان هو بيقعد معايا بنسبه كبيره جدا، انا ممكن اكون بستخدمه يوميا، والتغطية بتاعته بتقعد معايا طول اليوم، حرفيا بتقعد معايا طول اليوم سواء في الصيف او في الشتاء. بس لو بنات عندكم مثلا، عندكم، عشان انا بسمع ان في بنات بيبقى عندهم الحتة دي دهنية والحتة دي، احنا ممكن نثبته ببودر، بس ما يفضلش دايما علشان تكوني مش بتضري بشرتك نهائيا، يعني هو لوحده كفاية. وقبل ما انهي الفيديو عايزة اوريكم، بقى الملمس بتاعه. عايزة اقول لكم ان هو كريمي بطريقة، يعني بصوا قد ايه حلو جدا. هو كريمي خالص، يعني ملمسه ناعم جدا على البشرة. ممكن نجرب هنا عشان احطه على بشرتي. بصوا، انا طبعا ايه مقللة الكمية، بس بيعمل تغطية حلوة جدا، وغير ملمسه كريمي جدا. مش عارفة باين ولا لا، بس بجد انصحكم ان انتوا تجربوه لانه تحفه. غير ريحته كمان، عايزه اقول لكم ريحته حلوه، ملمسه حلو، في نسبه سان بلوك. انا الفيديو ده مش سبونسر خالص، ده عن تجربتي، لسنين وسنين وسنين، بس كده. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتدوسوا على زرار سبسكرايب وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.